بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. موسوماني الذي أرادوه تسوماني. ناخد بالنا بقى ولا إيه إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 755. أنت بدأها بتحذير. لما تشوف المشهد اللي فيه مصايب، أيوة، في اتحاد الكورة والجوابات المخفية وقرارات الاتحاد الدولي والالتفاف عليها وما يحدث من صخب وتجاوزات أمام الرأي العام، ثم المنتخب وما يحدث له ومنه، ها، كل ده سايبينه على جنب وموسوماني وكأنه تسوماني، عاصف هيجرف الأخضر واليابس، لا يتحدثون إلا عن موضوع تسوماني وموسوماني والنادي الأهلي، مع إن الموضوع واضح وضوح الشمس. لما تسألني هقولك، هسألك وهنناقش ده كله، لأن الحلقة الحقيقة فيها عناوين كثيرة، هذه أبرزها. مقالي ومقاله، خسارة موجعة فهل تكون كاشفة؟ الغربال نعمل لك وليس منك. بعضمة لسانه، خطاب العطار ولعبة الصغار. والشموع الحمراء عن النبيل إسماعيل داود. لكن أسرار الملك فيها سلوك يعيش دائما. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة.